السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش نغيروا ستايل نتاع واحد مجموعة لي السيلول، إلا أن هاد الستايل هذا نسبيا مديفلوبي أو لم أفونس واحد شوية. مثلا عندنا واحد مجموعة القيم، نعطي باغ إكزومبل عندنا 15، ثم عندنا 30، عندنا مثلا ندير 50 مثلا، ثم عندي 10، عفوا ثم عندي 5. تلاحظ ان هذه مجموعه الاعداد الصوم ديالها تساوي 100. عفوا حيدنا ندير مثلا 40، باش تلاحظ ان المجموع نتاعها الصوم تاعها تساوي 100. انا غادي ندير واحد ستايل اللي نسبيا افونس واحد شويه، وهذا ستايل تيمكنني باش يعطيني كل السيليل تعمرها بالكولور على حد البورسنتاج اللي عامره. مثلا هذا 15 تتساوي 15 من اصل 100، اذا تقريبا هادي عمر فيها قل من ربع بعد شويه. هاد 30 تتساوي الثلث، اذا بيعمرها في البورتيغ في الغومبليساج تاعها 30%. اول حاجه غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي بهذا الشكل هذا، ثم غادي نتوجه لميزون فورم كونديسيونيل، ثم غادي نتوجه لباغي دو دوني ونستي انا مثلا الكولر بهذا الشكل هذا. اذا تلاحظوا انه غير لي لون الكولور، وهذاك اللون عنده علاقه بديك لي فالور اللي كاينه وسط السيلين. ندير انا مثلا على سبيل المثال 5، تلاحظوا ان هذا عمره وصغرهم. اش يدير هذا البروغرام؟ تيجمع ليا هاد مجموع الصوم تاعهم وتعتبره هو 100%، اللي ابخي تيشوف هذا شحال تيساوي النسبه نتاعته في 100 وتعمر وتعمر ليه تي يغير اللون تاع الخلفيه على عدد نسبه البورسنتاج. نعطي مثلا بهذا الشكل هذا 150، ثم نزيد مثلا على سبيل المثال هذا نحط له مثلا 150 بهذا الشكل. اذا هذه الطريقه كيفاش حنا نديرو واحد لوبسيون على هاد او لا واحد لوبسيون واحد الميزون فورم على هاد السيلين، او تيلول ليا على عدد القيمه اللي كاينه على حساب القيمه اللي كاينه في وسط داك لو شون او لا في وسط داك السيلين. نديرو مثلا 500 بهذا الشكل، نديرو كذلك 105. اذا هذه الطريقه نديرو مثلا باغ اكزومبل شي قيم اخرى بهذا الشكل هذا، نسيليكسيونها ثم تنتوجه الميزون فورم كونديسيونيل، تنتوجه الباغي دو دوني وتنسي الكولور اللي بيت مثلا بهذا الشكل او لا بهذا الشكل. ثم نزاد اوتر ريغل اللي هي بلي افونس شويه، تنحدد انا ديك الريغل اللي بغيتو يعتمد عليها في هاد الالوان، ثم ممكن نغير الكولور، ثم ممكن نغير مجموعه الاشياء اخرى. اذا هذه الطريقه كيفاش نغير انا واحد الميزون فورم على واحد السيليل ويافيشي ليا الكولور تاع لي غير بلون عنده علاقه بالقيمه اللي كاينه في وسط السيليل على حسب القيمه اللي كاينه تعتبر هاد المجموعه نتاعها الصوم انت عاد هو 100%. وابخي تيهز هاد القيمه هادي تيشوف شحال تتمثل بالنسبه للفلميه وتيلون هاد تيلون البورسنتاج اللي تتحسبو. مثلا نديرو بهذا الشكل هذا باش تبان الروح. اذا غادي نكتفيو بهذا القدر هذا حتى الدرس مقبل اخر ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.